مركز عزل بصرة يتكون من 21 سرير ساعة سريرية اللي هو 21 سرير، 9 أسرة عناية فائقة مجهزة بكامل تجهيزاتها، و13 سرير للأقسام لحالتهم بسيطة. ويحتوي المركز ويتميز بها أن عنده 5 أسرة للغسيل الكلوي، منهم جهاز متخصص في الغسيل داخل العناية المركزة. الحمد لله اليوم السعيد هذا تم افتتاح المركز ويبدأ استقبال الحالات من اليوم لداخل مدينة الزاوية، وشكرا لإذاعة بنصر. إنه لشرف عظيم لهذه المنطقة أن تفتح اليوم العنصر الحيوي الصحيح للصحة، وهو الحجر الصحي في هذه المنطقة، منطقة بوسرة، منطقة الشهداء، منطقة الأمن والرخاء. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يدوم علينا هذه الصحة، وأن نخطو من خطوة إلى خطوة في سبيل المصلحة العامة وفي سبيل ثورة 17 فبراير. إننا كنا جنود لها وإن لناها مكافحون وبإذن الله. ونشكر كل من جاء إلى هذا الاحتفال وحضر فيه، نشكره وبارك الله فيه وكثر الله خيره، لأن هذا يعتبر تشجيع وجداني وتشجيع نفسي ورفع معنوية هذه المنطقة وهذا المكان الذي يخدم المنطقة كلها، منطقة الزاوية وبصرة وما يلوذ به من المناطق الأخرى.